بالنسبة لاستخدام الاستروجين بريبريشن للبوست مينوبوزال وومن، احنا قلنا انه الاستروجين استخداماته اما انه يكون كونتراسبشن حتى نمنع الحمل، او نعطيه هرمون ريبليسمنت ثيرابي. والهرمون ريبليسمنت ثيرابي بنوعين، اما هرمون ريبليسمنت ثيرابي للفيميل اللي عندهم هايبوغوناديزم، يعني عندهم ضعف بالاوفريز، واللي هذول يكونون بري مينوبوزال يعني قبل سن اليأس، او ننطي للبوست مينوبوزال ومن حتى نعالج البوست مينوبوزال سيندروم، يعني العلامات اللي تصير بعد سن اليأس نتيجة فقدان الاستروجين. هذه الاستروجين بريبريشنز احنا عندنا بالنسبه للبوست مينوبوزال وومن، الاستروجين از انديكيتد برايمرلي فور ذا بوست مينوبوزال وومن حتى نسوي مانجمنت للبوست مينوبوزال ساينز اند سيمبتومز اللي هي العلامات سن اليأس. فدائما ينطون الليس بوتنت فورمز ار يوز فور ذا بوست مينوبوزال وومن. احنا قلنا بالهرمون ريبليسمنت ثيرابي سواء كان بالبري مينوبوزال او البوست مينوبوزال دائما نستخدم الليس بوتنت استروجين. الاستروجين اللي بوتنسي مالته عاليه تستخدم فقط بالكونتراسبشن، لكن بالبوست مينوبوزال وومن دائما نستخدم ليس بوتنت استروجين and should be given with the lowest possible dose، خاصه بالبوست مينوبوزال وومن. ليش؟ لان الاستروجين بي كارديوفاسكولار افكت وبي الكومبليكيشنز اوف كانسر ديفلوبمنت، يعني اكثر شيء من مخاطر الاستروجين انه يزيد لنا الثرومبو امبوليك ديس اوردرز، يزيد لنا الامراض مال التخثر، مرات يزيد لنا الخطر مال الديب فينوس ثرومبوزز الدي في تي واللي هو التخثر اللي يصير بالوريد خاصه الوريد مال الرجل، او يزيد لنا مخاطر الكانسر. هاي المخاطر شو وقت نخاف منها ايضا بالاولد ايج، فلهذا من تجي تعالج بالاستروجين حتى تعالج كهرمون ريبليسمنت ثيرابي حتى نعالج كتعويض هرمونات بالبوست مينوبوزال وومن، افضل شيء انه استخدم ليس بوتنت استروجين ونستخدمه از ليتل از بوسيبل اور ذا ويز ذا ليست افكتيف دوز حتى نتوخى المخاطر مال الكارديو فاسيكولار افكت والكومبليكيشنز اوف كانسر اللي ممكن انه تصير ويا الاستروجين. ايضا مرات نسوي نستخدم الاوبوزد استروجين ثيرابي سام تايمز بريفيرد. شنو يقصد بالاوبوزد استروجين ثيرابي؟ اللي هو الكومبينيشن اوف استروجين اند بروجسترون. ليش احنا مرات نستخدم الاوبوزد استروجين ثيرابي؟ الاوبوزد استروجين ثيرابي هو بيف الكومبينيشن اوف استروجين اند بروجسترون، هذا حتى يمنع الديفلوبمنت اوف اندوميتريال كانسر او يمنع لنا حالات الاندوميتريوسيس. احنا مشكله الاستروجين من يزيد التركيز مالته بالجسم فهذا ممكن انه يسوي لنا حاله الاندوميتريوسيس اللي هو الديفلوبمنت اوف ذا يوترس اندوثيليوم اندوميتريوم ان بارتس اذر ذان يوترس، يعني يجوز مثلا اليوترس او الاندوميتريوم يجوز يطلع بالمري، يطلع بالجي اي تي، يطلع بمكانات المفروض ما يطلع بيها، هاي نسميها الاندوميتريوسيس. او الحاله الثانيه انه الاندوميتريال كانسر، هاي الاندوميتريال كانسر والاندوميتريوسيس يصير لما يصعد عندنا نسبه الاستروجين. فاذا ما نريد هاي الحاله تصير عند الومن فبذاك الوقت ما ننطيها الاستروجين وحده، ننطيها opposed estrogen therapy، ونقصد بالopposed estrogen therapy هي combination of estrogen and progesterone. إذا الومن عندها hysterectomy، hysterectomy نقصد بالhysterectomy هي removal of the uterus، يعني الومن اللي عندهم مثلا مشيول الرحم فبذاك الوقت احنا ما هنخاف من الاندوميتريال كانسر، ممكن ننطيها الاستروجين preparations alone. لكن إذا كانت الومن ما عليها هيستيروكتومي يعني اليوترس مالتها هو اعتيادي فذاك الوقت نفضل انه ننطيها اوبوزد استروجين ثيرابي اللي هو الكومبينيشن اوف استروجين والبروجسترون، وهذا الكومبينيشن يساعد على تحقيق الهرمون ريبليسمنت ثيرابي عن طريق الاستروجين، والبروجسترون يمنع تاثير الاستروجين في تكوين الاندوميتريال كانسر.
نرجع نقول انه بالنسبه للبوست مينوبوزال وومن، احنا قلنا نعطيها الهرمون ريبليسمنت ثيرابي حتى نسوي مانجمنت اوف ذا بوست مينوبوزال سيندروم. البوست مينوبوزال سيندروم از كاركترايزد باي سام سيمبتومز، مثلا عندنا تنقسم السيمبتومز الى فازوموتور انستابيليتي وان فاجينال اتروفي. الفازوموتور انستابيليتي يصير عندهم هوت فلاش، هوت فلاشز اور هوت فلاشز، ويصير عندهم فاجينال اتروفي. ممكن الفاجينال اتروفي بالبوست مينوبوزال وومن اذا ما اريد اعالجه عن طريق الاستروجين اورال استروجين، ممكن اعطي فاجينال جل فممكن يعالج الفاجينال اتروفي. اذا كانت اكو مثلا الهوت والفلاش والتكيكارديا اللي هي واحده من علامات البوست مينوبوزال سيندروم، فممكن هذه اعالجه بالاورال استروجين. وقلنا الهرمون ريبليسمنت ثيرابي لازم ينطي الاستروجين الخفيف ولازم ينطي از ليتل از بوسيبل حتى نمنع الانسيدنس اوف سايد افكت. واذا تخوفنا من وجود اندومتريال كانسر من الافضل انه نضيف بروجسترون ويا الاستروجين ونسميه هذا بالابوزد استروجين ثيرابي. فبالنسبه للاورال بريبريشنز اللي نستخدمها للاستروجين هي كالاتي. هاي عندنا الاورال بريبريشنز اللي ممكن تستخدم كاستروجين للبوست مينوبوزال وومن. للبوست مينوبوزال وومن اللي واحد من عندهم هون كونجوجيتد اكوين استروجين. هذا الكونجوجيتد اكوين استروجين it is obtained from the urine of pregnant mares. It is the sulfate ester of estrone and equiline. هو الموست كومن تريتمنت. فالموست كومن تريتمنت هو للبوست مينوبوزال سيندروم، طبعا مو الاوستيوبوروسيس. اوستيوبوروسيس ما نعالجها بالاستروجين، لكن اذا اعطيت الاستروجين حيقلل لي من الانسيدنس اوف اوستيوبوروسيس. بس اذا هي عندها بوست مينوبوزال ساين اند سيمبتوم اللي تتميز بوجود الهوت والفلاش و الفاجينال اتروفي، فبذاك الوقت ممكن انه نعالج بواحد من هاي الانواع الاستروجينز. من الاكثر واحد مشهور هو الكونجوجيتد اكوين استروجين. هذا هو يعتبر الموست موست هذا يعتبر ذا موست كومن تريتمنت. هذا الكونجوجيتد اكوين استروجين از اوبتيند فروم بريجننت ميرز. هو عباره عن السلفيت استر اوف استرون and equaline وهذا يعتبر هو الموست كومن تريتمنت. تشوف هو ديريفيتيف اوف استرون. الاسترون ياخذون من البريجننت ميرز. الاسترون دائما هو اخف من الاستروجين، وهذا الخفيف هو استعملناه بالبوست مينوبوزال سيندروم. ممكن ان نستخدم الاسترفايد استروجين او الاستروبيبيت اللي هي من الاسترون ديريفيتيفز. ونعرف انه الاسترون هو وان ثيرد بحوالي ثلث كفاءة الاستروجين. زين، وهذا اللي هذا يفضل بالبوست مينوبوزال وومن. او يعطون ترانسديرمال بريبريشن اوف استرادايول حتى الترانسديرمال بريبريشن ايضا توفر لنا مرات كميه من الاستروجين اللي يساعد على التريتمنت اوف ذا بوست مينوبوزال وومن.